أختي بهار. جنول، أهلا وسهلا أختي بهار. أهلين فيكي، من زمان ما شفتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، كيفك؟ أنا بخير الحمد لله، كله بفضل الله. إيه منيح، يعطيك العافية. كان عندكم حفلة مبارح، بدي نظف المكان، بحاول ما أتأخر. لا ما في داعي تنظفي. أنتي روحي، روحي على البيت، روحي ارتاحي إذا بتحبي. أنت منيحة؟ إيه منيحة، ولا يهمك، انسي. فيك تغيبي أسبوع جنول، وكمان بوصيلي الأولاد وإجرتك مدفوعة. الله يرضى عليك يا أختي ويرزقك إن شاء الله. الله يسلمك. طيب بشوفك. تمام، بحول لك المصاري على حسابك. ماشي، شكرا لك. صباح الخير. صباح النور. وين القهوة بهار؟ وينها؟ نعم، ما عم اسمع، علي صوتك. وين القهوة، ما عملتيها لسه؟ القهوة؟ والله تعطلت ماكينة القهوة. تعطلت؟ ايه تعطلت. ساويها لحالك، شو بيصير لك يعني؟ كيف؟ مبارح كانت شغالة. لا تخاف، بدي كاسة. أمي، حياتي. شوين الفطور؟ أنا مو جاي عبالي أفطر أمي. إذا بدك فيكي تعملي شي لحالك وتاكلي. طيب ماشي. شو هاد؟ ليش الصالون هيك على حاله؟ شو بهر ما اجت جنون؟ جنون ما رح تجي لبعد اسبوع، اذا بدك الاولاد بيساعدوكي وبتزبطوا المكان. وليش ما رح تجي بقى؟ ليش؟ بهار، اشتري ماكينة قهوة جديدة اليوم، بس يا ريت تنتبهي لانه هن بيبيعوا نفس الماركة بخمس اسعار، دوري منيح. جيب لرخيصة؟ ايه تمام. يعني طالعة تتسوقي؟ ايه. وصلت الشنطايه يلي طلبتها، فيكي تجيبي لي اياها معك ممكن؟ ايه لانه جاي ميرالو بدي احملها. دفعت حقها، لا تقلقي. بس انتبهي ما بدي يصير فينا مثل المره الماضيه، ما بدي ولا غلط. انتبهي منيح حبيبتي. ايه لحظه، هي الي انا ساويتها. الفواكه بالبراد، عصيري واشربي. تعي ورجيك الفواكه، تعي يلا تعي. شو صاير؟ بتعرفي تستخدمي عصاره الفواكه؟ ايه بعرف. شو بدها زكا؟ تعي يلا تعي. امي شو صار لها؟ وقع شي على راسها؟ بسبب العملية امي. عادي، دبري حالك هلا، شبكي. كيف بدي دبر حالي ابني؟ ايه امي انا طالعة. موفقة يا روحي. شكرا لك. شو الدنيا مقلوبة هون قلب؟ منحط القطعة هون. كتير طيبة، يسلموا ايديه.